من الحاجات المهمة جدا جدا والأساسية اللي لازم تكون موجودة عندنا في كل بيت هي ماكينة الخياطة، سواء هتجيبي المكنة السنجر السودة العادية دي أو هتجيبي المكنة البرازة المتعددة الاستخدامات، فهي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي لازم تكون موجودة عندنا في كل بيت. أولا هتوفر عليكم وقت ومجهود، وكمان هتقدروا تتعلموا من عليها كذا عدة مشروع، تمام كده، تبدأوا تعملوا عليها مشاريع مربحة جدا 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 جدا. كمان عايزه اقول لكم كمان باقل مبلغ تقدروا تجيبوها، مش ضروري انكم تجيبوا مكنه جديده، إيه انا جبتها مستعمله، لكن لو هتجيبيها مستعمله وهتجيبي المكنه السنجر السودا دي في خطوات مهمه لازم تخلي بالك منها، فانا اقول لكم على كل حاجه عشان ما تقعوش في الغلطات دي، لان انا قبل ما اجيب دي جبت واحده قبل منها وكان فيها غلطات كتير وعقدتني فعلا في حياتي جدا جدا وخلتني كارهه الخياطه وكارهه ان انا اعمل عليها اي حاجه. فلو انت هتبدئي وتجيبي مكنه كده سنجر مستعملة فلازم تخلي بالك على الخطوات اللي انا هقولك عليها، كمان هقولك على كام حيلة عشان تسهل عليكي الشغل على المكنة في البيت، تمام كده. عايز اقولك كمان بأقل مبلغ تقدري تجيبي المكنة السنجر السودا دي، زي ما قلت لكم مش لازم تجيبيها جديدة، هاتيها مستعملة زي دي، بس لازم تخلي بالك من الخطوات اللي انا هقولك عليها عشان ما تقعيش في الغلطات اللي انا برضو هقولك عليها دي وتندمي وما تحبيش المكنة تقعدي عليها. تقدري كمان من اول 400 جنيه، يعني لو معاكي 400 جنيه تقدري تجيبي المكنه السنجل لوحدها، معاكي 450 جنيه تقدري تجيبي المكنه السنجل السودا دي ومعاها الصندوق بتاعها عشان تقدري تخيطي عليها ما تهزش معاكي. من اول 400 جنيه لحد 1000 جنيه تقدري تجيبيها المكنه السنجل السودا دي بالترابيزه، كمان بكذا دواسه بكذا بكره خيط بالزيت، من لحد 1000 جنيه تقدر تجيب الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. فيلا بينا نشوف ايه هي الحاجات الغلطات اللي احنا بنقع فيها واحنا بنشتري المكنه السنجل السودا، واقول لكم كمان ازاي تركبوا الخيط بطريقه صحيحه وازاي الخيط ما يقطعش منكم، وكمان هقول لكم على كام حيله هتفيدكم جدا جدا، فتابعوا الفيديو معايا بجد هتطلعوا مستفيدين منه، ولو الفيديو طويل فمعلش بجد هتطلعوا مستفيدين من كل حاجة انا بقول لكم عليها. فيلا بينا نشوف ازاي تجيبي المكنة السنجر السودة من غير ما تجيبي فيها غلطة تبقي مخلية بالك من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي، يلا بينا. بص بقى، اولا كده قبل ما تروحي تجيبي المكنه بتاعتك لازم تاخدي بالك من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي عشان تريحك في الخياطه عليها، لازم تخلي بالك من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي لانها بجد مهمه جدا جدا وهتفرق معاكي في شغلك على المكنه. اول حاجه وانت بتجيبي المكنه السنجر المستعمله السوده دي تخلي بالك ان الماتور يكون جديد، لازم يجيب لك الماتور يكون جديد عشان يشتغل معاكي ما يفصلش منك، تمام؟ يبقى الماتور بتاع المكنه لازم تتاكدي ان هو جاي يجيب لك موتور جديد، تمام؟ اول حاجه الموتور يكون جديد، تاني حاجه لازم تخلي بالك من ملايه الخيط تشوفيها شغاله معاكي بتملى المازوره ولا لا، تتاكدي منها علشان لو هي مش شغاله تخليه يصلحها لك، يبقى تاني حاجه تخلي بالك منها وانت بتشتري المكنه ملايه الخيط تكون شغاله. تالت حاجه كمان وانت بتشتري المكنه السنجر بتاعتك تتاكدي ان في موجود عمود هنا للخيط تحط عليه بكره الخيط، يبقى العمود موجود في مكنه الخيط، في كتير قوي من المكنه ما بتلاقيش ليه العمود بتاع بكره الخيط فبتضطري تحطي الخيط معاكي تحت، فلازم تتأكدي ان عندك عمود لبقرة الخيط. برضو كده لازم تخلي بالك كمان ان بصوا كده ده اللي بيوسع اللي بيضيق ويوسع على الخيط، تمام كده، ده المعيار التوسيع والتضييق بتاع الخيط، لازم تتأكدي منه ان هو شغال وسليم معاك، تمام. برضو من الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها هو بصي انك تشوفي كده العمود بتاعك بيطلع وبينزل ولا لا، تمام، بيطلع وينزل ولا لا، وبعد ما تنزلي العمود تشوفيه هو بيبقى ثابت معاكي ولا بيتحرك وتلقلق، عشان لو في اي مشكله تبقى تشوفي مكنه تانية برضك او يصلح لك العيب ده، فمن الافضل انه يشوف لك مكنه تكون العمود بتاعها سليم. من الحاجات برضك اللي لازم تخلي بالك منها وانت بتشتري المكنه السنجر المستعمله ان معيار الغرزه اللي بيضيق اللي خلي الغرزه ضيقه او واسعه شغال معاكي، وتجربي يعني تضيقي تبداي تشتغلي على الغرزه الضيقه وتشتغلي على القماش تشوفي هي شغاله معاكي على الضيق ولا بتتحرك معاكي تطلع على الواسع، عشان يبدا يظبط لك الحاجات دي، تتاكدي ان معيار الغرزه الضيق والواسع شغال معاكي وتبداي تجربي المكنه قصدي معاكي ربع ساعه نص ساعه، جربي الخياطه طول ما انت قاعده عشان كل ما في حاجه تظهر لك وانت بتجربي المكنه تبداي تقولي له عليها، يا اما تستبدليها بمكنه تانية او يصلح لك العيوب دي، تمام كده يا بنات. فتعالى بقى ما اقول لكم كمان ازاي تحطوا الخيط على المكنه بطريقه سهله وبسيطه وبدون تعب واي مجهود ابدا ابدا، يلا بينا نشوف ازاي هنركب الخيط.
فاهمة اقول لكم ازاي تركبي خطوط. طبعا المكنه السنجر السوداء بيتحط لها بكره صغيره، فلو انت عايزه تعرفي ازاي نحط لها بكره كبيره من غير ما تتحرك معاكي هقول لكم برضو على الحيله دي شويه كده، بس اقول لكم ازاي الخيط بيتركب. اول حاجه بنجيب بكره خيط وندخلها في عمود الخيط، بندخلها في عمود الخيط بالشكل اللي انت شايفاه كده. بعد كده هنشد الخيط بتاعنا، تمام كده بنشد الخيط لحد ما نوصل لحد هنا الجزء ده، الجزء ده التاني اهو، تبدأي تحطي عليه الخيط. تمام، تمام كده وصلناه بالجزء اللي هو ده العمود ده. تمام، بعد كده بنيجي نحطه في المعيار هنا، تمام بندخله في قلب المعيار، وبعد كده نطلع بيه من الحديدة دي. تمام كده، بعد كده بناخد الخيط ونطلع على هنا على الجزء ده. تمام كده اهو، تمام كده ويبدأ ينسحب معانا. بعد كده هناخد الخيط بتاعنا وهندخله في الحديدة دي اهو زي ما انت شايفة كده دخلت معانا. بعد كده هنبدأ نشد الخيط بتاعنا برضك وهندخله في الجزء ده، مدخل معانا برضك بكل سهولة، مش كل المكان بيبقى فيها موجود فيها الجزء دي. تمام كده، وبعد كده بناخد الخيط وندخله في الإبرة بتاعتنا من جوه، من جوه اهو، من بره قصدي لجوه، من بره لجوه هدخله وهوريكم عشان مش عارفه اتمكن، لان انا ماسكه التليفون عشان اوضح لكم، فانا هدخل الخيط في الابره واوريكم شكله. شايفين كده بعد ما دخلت الخيط في الابره، بعد كده اقوم جايه على الدواس كده وادخل الخيط من تحت، من تحت الدواس كده. ولو انت بقى الخيط المكوك اللي تحت مش موجود كده، تمام انا هنا شديه يعني من قبل ما اركب معاكم الخيط، هتبداي تيجي عند الطاره وتنزلي بيه، تنزلي الابره لتحت فوق لحد ما تجيبي الخيط اللي بيبقى في المكوك من تحت بالشكل ده، تبداي تحطي هنا القماش وتبداي تنزلي الدواس. تمام كده، وتبداي تشتغلي خياطه عادي، المكنه بتبدا تشتغل معاكي. انت ركبتي الخيط بطريقه صح وسهله جدا جدا. تعالى اقول لكم كمان على حيله حلوه قوي قوي، لو انت عايزه بقى تركبي بكرة الخيط الكبيرة، تمام كده مكانه الصغير عشان توفر معاكي في الفلوس وتبقى تديكي انتاج اكتر. يلا بينا اقول لكم على الحيلة الذكية دي، جدا جدا الحيلة دي ذكية جدا جدا. طبعا لو انت عندك المكنة السنجر السوداء ومش عايزة تستخدمي بكرة الخيط الصغيرة، عايزة تستخدمي بكرة الخيط الكبيرة عشان توفر معاكي في الفلوس وما تستهلكيش في الخيط كتير. لكن في قابلنا مشكلة ان العمود بتاع المكنة السنجر بيبقى قصير او، فالمكنة الكبيرة لما بتحط عليها بكرة الخيط الكبيرة كل ما انت بتخيطي بكرة الخيط دي بتقع، فالخيط بيقطع منك، ودي بتبقى مشكلة بتتعبنا جدا جدا واحنا بنخيط وبتزهقنا. فانا هقول لك على حيلة ذكية جدا جدا بدون فلوس وبدون مجهود، كمان انا منزله الحيله دي على شورتس مدتها قصير جدا جدا. لو انت مش عايزه تشوفي الحيله في الفيديو ممكن تعدي الخطوه دي وتشوفي الحيله دي على الشورتس. تمام كده، بص بقى اول حاجه هنحتاجها في الحيله دي اننا هنحتاج لفرغه قلم جاف، اي فرغه قلم جاف سواء روتو اي قلم جاف، اي فرغه هنجيبها بالشكل انت شايفاه كده، وهتبداي تدخلي فرغه القلم في العمود بتاع الماكينه اهو السنجر. تمام، بتدخلي الفرغه في قلب العمود بتاع الخيط، هيدخل معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. بعد كده هتبداي تجيبي بكره الخيط الكبيره، حتى تقدري تستخدمي بكره الخيط اللي هي اكبر من دي كمان، وتبداي تدخليها في قلب الفرغه بتاعه القلم، هتدخل معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده، وهتبداي توصلي الخيط بالطريقه اللي انتوا شفتيها معايا في الفيديو بالخطوات. تمام، بجد كل ما هتخيطي مستحيل بكرة الخيط تطلع من قلب الفرغة. بجد الحيلة دي حلوة قوي، اعتمديها وكمان اعملي شير عشان كتير يستفيد من الحيلة دي، والفيديو بجد حلو قوي قوي. يلا بينا نشوف بقى كمان لو انت الخيط بيقطع معاكي ازاي تعالى اقول لك على ايه مشاكل واسباب قطع الخيط وحلها بكل سهولة برضو. يلا بينا اقول لكم على اسباب قطع الخيط وحلها بكل سهوله. تمام كده، اول سبب في قطع الخيط منك وانت بتخيطي كل شويه جوده الخيط، هي جوده الخيط. لو انت جوده الخيط بتاعتك ضعيفه فكل شويه وانت بتخيطي هيتقطع معاكي، فايه الحل؟ انك تتاكدي ان جوده الخيط بتاعك تكون حلوه وكويسه، هيبقى ده اول سبب في قطع الخيط. تاني سبب بقى في قطع الخيط يا فراولات هو انك بتكوني يا مضيقه قوي على المعيار الخيط كده مضيقه قوي قوي قوي، يا اما انك تكوني موسعه. فانت بتخيطي اتاكدي ان انت جايبه ظابطه الخيط في النص، يعني لا مضيقه عليه قوي ولا موسعه عليه قوي، ده هتعرفيه وانت بتخيطي. برضو تالت سبب في قطع بقى الخيط المكوك من تحت هو انك تكوني رابطه المسمار قوي، فلازم تتاكدي انك يعني ظابطه برضو، يعني لا ضيق قوي ولا واسع قوي، وجربي شغلي الخيط كده على قماشه لحد ما تظبطي الدرجات
تحت الخيوط، لا ضيق ولا واسع. كمان سبب كمان بيواجهنا كلنا واحنا بنخيط ويخلي الخيط يقطع معانا، ان بصي ان الخيط بيبقى جاي من عالي على واطي على الجزء اللي هو ده كده، فده بيبقى سبب برضو ان الخيط يقطع معانا كل شويه. طب ايه حله؟ هقول لك على حل سهل وبسيط جدا جدا بفرغه القلم الجاف برضو. تعالى اقول لكم ازاي نستخدم فرغه القلم الجاف في حل المشكله قطع الخيط دي برضو. عليكي بقى انك هتجيبي فرغه القلم الجاف، وهتجيبي واحده فلاشر اللي هي بالشكل ده، وهتدخليها في قلب فرغه القلم كده من فوق بالشكل اللي انت شايفاه، تمام كده. وهتبداي تثبتي الفلاشر مع فرغه القلم الجاف بالبلاستر عشان ما ايه ما تتحركش وتتقلع منك كل شويه، تمام كده. بعد كده هتدخليها في الجزء ده من المكنه من فوق كده، تمام، اه بالشكل اللي انت شايفاه. اه بتبداي تثبتي بقى فرغه القلم معاكي في قلب الحديده دي عشان كل شويه وانت بتخيطي برضو ما تتقطعش. وهتبداي تلزقي الفلاشر بالفرغه، تمام، عشان برضو الفلاشر ما يتقلعش منك. وهتبداي تجيبي الخيط كده معاكي اهو، وتدخليه في قلب اهو الفلاشر. هتبداي تخيطي، هيتخيط عمر الخيط بقى بالطريقه دي، ما هيتقطع منك ابدا ولا اي حاجه ابدا. اتمنى ان انا اكون فدتكم، ولو بحاجه بسيطه في الفيديو ده تستفادوا منها فلايك بقى عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وكمان شير عشان كتير يستفيد بالحاجات اللي انا قلت عليها دي، وكمان اشتراك في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وباي باي. لو انتوا عايزين اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنت وانا هرد عليكم ان شاء الله في اسرع وقت.